فغيابات النادي الاهلي موجعه ومؤثره، لكن الاهلي بمن حضر شعار رفعه جمهور النادي الاهلي منذ سنوات طوال رغم التاثر الشديد بغياب بعض العناصر المهمه. لكن اي حد النهارده هيبقى قلقان على النادي الاهلي، هيبقى في قمه التوتر على النادي الاهلي. ليه؟ ليه؟ دي يعني عناصر مهمه غايبه، لكن اللعيبه دي انت متعاقد معاها وبتاخد ملايين عشان تلعب، مش عشان تقعد على الدكه، عشان تشارك، وعشان انت شايفها افضل من عناصر اخرى موجوده في انديه اخرى، فجايبها عشان تلعب. القلق والتوتر اللي عندي فئه من جمهور النادي الاهلي، وهو قلق محمود، ان الزمالك كامل العدد، ما عندوش اصابه، ما عندوش واحد كورونا، ما عندوش غيابات، وبالتالي هذا القلق الكبير نتيجه اكتمال صفوف نادي الزمالك، ونتيجه برضو ان الزمالك خلاص يعني خرج من بطوله افريقيا ومركز في الدوري، وعارفين ان اللعيبه كلها مركزه في الدوري، وعارفين ان مستر باتريس كارترون ثعلب في عالم التدريب وابدع مع نادي الزمالك بالفوز بالكونفدراليه سوري بالفوز بالسوبر الافريقي على الترجي، ثم مع النادي الاهلي في ماتش النادي الاهلي ده تنه نايم ورا خالص عاوز يلعب يوصل لضربات جزاء، وفي ضربات الجزاء كسب. بادجي بقى الله يمسيه بالخير. لكن وبرده في مباراه 3-1 تنه ساب الكره للنادي الاهلي ولعب على المرتده وسجل وكسب 3-1. فثعلب بمعنى كلمه ثعلب مستر باتريس كارتيرون، وعنده عناصر مكتمله وعنده عناصر فايقه ولعيبه مركزه ولعيبه دلوقتي اتصرف لها جزء من مستحقاتها ففايقه ورايقه وعاوزه تعمل حاجه، ولعيبه بتبحث عن ارضاء جماهيرها، ولعيبه بتبحث عن رد الاعتبار بعد القضيه ممكن، والاذلال الجماهيري او الفرحه الجماهيريه الطاغيه للنادي الاهلي. كل شويه يقول لك ايه الجمعه الاولى في القضيه ممكن، اللي الشهر الاول في القضيه ممكن، مرور 5 جمعات على القضيه ممكن، مرور 40 يوم، يعني فحسوا فيها باذلال. وده مش في الكوره، كوره مكسب وخساره، وفرقتين فريقين كبيرين، وقدوا مباراه قمه في الروعه في نهائي افريقيا، وباذن الله يقدوا بكره مباراه قمه في الروعه في الدوري العام، وفي ماتش تاني يوم 10 مايو. بالعكس كتر المباريات بين الاهلي والزمالك بتخفف حده التنشنه وحده العصبيه وحده التوتر، وكويس ان هم جايين المباراتين في نص الدوري مش هيحسموا دوري يعني. فبالتالي مستر باتريس كارتلون قائمته كامل العدد. ثعلب مكار عنده مجموعه مميزه، مجموعه مميزه. طيب قبل ما اقول لك الحكام، عاوز اقول لك قائمه النادي الاهلي اللي دخلت المعسكر، ثم تشكيله الاهلي وتشكيله الزمالك من الكنترول. علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، احمد بيكهام، بدري بانون، رامي ربيعه، ايمن اشرف، سعد السمير، السولية، اكرم توفيق، ديانج، قفشه، ناصر ماهر، كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن اشرف مان، واحمد نبيل كوك. الراجل مكمل القائمه بثلاث ناشئين، مكمل القائمه بثلاث ناشئين، ما عندوش لعيب. وصلاح محسن، ولتر بوالي، محمد شريف، مروان محسن، مروان محسن. دي القائمه اللي داخل بيها النادي الاهلي المباراه. طيب واحنا بنتكلم على القائمه، عاوز اقول لك ابو المعاطي زكي وفريق عمله نجح في دخول معسكر النادي الاهلي ودخول معسكر نادي الزمالك والحصول على تشكيله كل مدرب لمباراه الغد بحكم العلاقات الطيبه اللي بتجمعنا والمسؤولين في الناديين الكبيرين. اول حاجه النادي الاهلي هيلعب بعلي لطفي في حراسه المرمى، هيلعب بايمن اشرف ظهير ايسر، وانا كنت بقول لكم في مفاضله بين رامي ربيعه وسعد سمير، لا رامي ربيعه اللي هيلعب بجوار بدري بانون، بجوار بدري بانون. وباك رايت احمد بيكهام، احمد رمضان بيكهام، قلبي وسط ديانج وعمرو السولية، امامهم قفشه، حسين الشحات هاف رايت، طاهر محمد طاهر هاف ليفت، وفي الامام محمد شريف. كان في درس خصوصي، درس خصوصي حصل عليه كابتن محمود عبد المنعم كهربا من كابتن سيد عبد الحفيظ، عمل معاه اكتر من اجتماع بيطالبوا فيه بالتركيز، بعدم الخروج عن الانضباط عن الالتزام، بيطالبوا بان دي مباراه يستطيع ان يعيد بها نفسه الى وجدان جماهير كره القدم في مصر والعالم العربي، بيطالبوا ان هذه المباراه عنوان لتالقه وابداعه ومهاراته وعودته لمنتخب مصر، وان هو بيعبر عن نفسه وعن امكانياته وقدراته في ظل الانباء السلبيه العديده اللي دائما ما تثار حوله، حتى راح يعمل برنامج في الام بي سي قال لك ده عربيته فوق مخدرات، يعني بقى
ده برنامج يا جماعة وكلام من ده. حتى أو ربما هم لما يقوم يسوقوا سوقوها بهذا الشكل كمان يعني الحلقة يعني، وده شيء سلبي يعني، إنهم يسوقوا يختاروا حاجات سلبية عن نجم كورة. فالمهم الموضوع الأساسي اللي هو من الصحة ده، تشكيلة النادي الأهلي. جلسة كابتن محمود الخطيب كانت مع الفرقة امبارح في فندق الماسة وفي مدينة ناصر جنب استاد القاهرة على طول. يطلع من الفندق يلاقي نفسه في الاستاد، ما يمشيش 300 متر، وفندق رائع جدا، فندق الماسة بصراحة يعني، وهادي جدا، ويعني ايه يناسب الفرق الرياضية. فاللهم صل على سيدنا محمد. اجتمع بهم الكابتن محمود الخطيب، قال لهم دي مباراة، مباراة بثلاث نقاط، خليك هادي، العب لعبك الطبيعي، خليك حريص وفي قمة تركيزك، ما حدش يجرك للخروج عن الروح الرياضية والسلوكيات الرياضية. ده أهم شيء في الموضوع كله، أهم شيء في الموضوع كله عدم الخروج عن السلوكيات الرياضية. قال لهم أنتوا الأفضل في مصر والأفضل في إفريقيا وتالت العالم، وبالتالي خلوا عندكم ثقة في أنفسكم وفي قدرتكم على تحقيق فوز كبير يسعد جماهيركم ويمنح النادي الأهلي التفوق على نادي الزمالك. وقال أن المباراة دي مباراة بست نقاط لأنها مع الزمالك والمنافس الأول والمنافس التقليدي للنادي الأهلي على كل البطولات. وبالتالي جلسة كابتن محمود الخطيب كان جلسة فيها ثقة، جلسة فيها ود، جلسة فيها محبة، داعب بعض اللاعبين وهزر مع بعض اللاعبين واتكلم معاه لطف وقال له ان احنا كلنا بنثق فيك وبنقدرك وبنقدر امكانياتك وقدراتك، وانت حارس الاهلي عندك القدره على الزوده عن مرمى النادي الاهلي ببساله وتقديم عروض رائعه. هزر شويه مع الناشئين، خد وده مع اللعيبه، لكن انت بترفع الضغوط عن لعيبتك في هذه المباراه المهمه اللي انت بتدخلها وعندك فرقه كامله اساسيه خارج الملعب نظرا للاصابات. لو في واحد ولا اتنين كانت الدنيا بتقوم، ما بالك بقى دلوقتي جايين وعلي معلول ومحمود وحيد وياسر ابراهيم محمد الشناوي ومحمد هاني، يعني انت بتلعب كل الفرقه الاساسيه مريحه اجباري. بالمناسبه دي انا امبارح قلت ان المباراه بتاع غزل المحله هتبقى يوم 2، لا المباراه هتبقى يوم 3 بتاعت النادي الاهلي، لما انا قلت شو هتلعب جمعه وتلعب حد وما كانوا حاسبين الشهر 21. اتكلمت مع المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره وقال لي لا احنا رجع للجدول، قال لي المباراه يوم 3 مش يوم 2، 30 ابريل و3 مايو. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. قبل ما اخش معاك في حاجه مهمه عاوز اقول لك حاجه اهم، وهو انه لاول مره اتحاد كره القدم المصري يعلن الان رسميا، الان جاي ليات من على الجروب من خلال المستشار الاعلامي المحترم زميلنا الصحفي الكبير والناقد الرياضي الراقي الاستاذ اسامه اسماعيل، اعلنت لجنه الحكام طاقم الحكام الذي سيدير المباراه بعد وصول مسحه كورونا، مبعوثه على الجروب اهي. اعلنت لجنه الحكام طاقم الحكام المكلف باداره مباراه الزمالك على النحو التالي: محمود البنا زي ما قلت لكم بقالي اسبوعين، طبعا بلديات احمد مجاهد الراجل من كفر الشيخ، وده من كفر الشيخ لكنه حكم مميز ومأزون كويس جدا جدا يعني، وشخص راقي ومحترم واخطاءه قليله في اداره المباريات. يعني عنده حامل رايه الدولي محمود ابو الرجال مساعد حكم، احمد توفيق طلب مساعد حكم، محمد معروف حكم رابع، محمد عادل حكم فيديو، محمود عاشور حكم مساعد فيديو. الطقم ده طقم دولي بمعنى كلمه دولي الصراحه يعني، يعني انت حاطط اتنين للفيديو محمد عادل ومحمود عاشور، يعني 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 الشيخ حسني في فيلم الكتكات يحكم، معاك اتنين حكام بره ما فهمش الهف. الاهم انك تبقى مركز في المشاهده، والاهم جرأة القرار. محمود عاشور حتى لسه مقابله في مناسبه قال لي انت بتجيب كل الناس المرشحه وناسيني، قلت له انت مرشح يا عاشور؟ قال لي مرشح. قلت له عاشور 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 بجد؟ قال لي والله بجد مرشح. فهو لقيته هو قاعد في غرفة الفار مع محمد عادل، وغالبا غالبا غالبا هتبقى المباراة التانية لو الدنيا مشي كويسة اللي هيبقى في الملعب هيبقى في الفار، بس هو محمد معروف حكم رابع، ومحمد الحنفي برضو من الناس المرشحة، مباراة 10 مايو. يبقى دلوقتي الحكام كما انفرد أنكل أبو المعاطي زكي منذ فترة كابتن محمود البنا حكم ساح، كفر الشيخ يعمل مأزون راجل محترم جدا راجل راقي جدا،
مساعدين محمود ابو الرجال واحمد توفيق طلب، حكم رابع محمد معروف، حكم فيديو الحكم الدولي محمد عادل، ومعه الدولي محمود عاشور. طاقم حكام قوي، مباراة قوية. أتمنى أن الناس تساعد طاقم التحكيم في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان وبدون أي إثارة أي أزمات أو مشاكل أو حكايات، لأن المباراة يعني إيه لا تحتمل أبدا أي خروج عن النص. اللي إحنا قلنا هو يعني إيه، يعني محدش بيقبل بالغلط، محدش بيقبل بالغلط، فيجب أن الجميع يبقى عنده قدر من الانضباط والالتزام. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. انفردنا بتشكيل النادي الاهلي، وانفردنا بطاقم الحكام من اسبوعين من ساعة ما اتكلموا في الموضوع. كل شو قالك عاوز يجيب بلديات ومحمود البنا، عاوز يوفق قراصين في الحلال والراجل شغال مأزون وهكذا. فاللهم صل على سيدنا محمد. تشكيلة نادي الزمالك عملت أزمة كبيرة خاصة في مركز حراسة المرمى. جنش سيلعب حارسا أساسيا، وسيعود محمد أبو جبل للجلوس على دكة البدلاء.